الحال وقف يا عفاديا. القهوة من ساعة ما القنبلة ضربت في آخر الشارع وهي بتنش. الزباين خايفتين. الزبون طبعه جبان. ما أنت عارف يا مزراحي. اللي لازم تعمله تقلل السعر شوية. عشان تشد الزبون. أقلل السعر أكتر من كده يا عفاديا؟ ده ناقص إن أنا أطلب لهم الطلبات وأحاسب لهم. عارف عفاديا؟ أبويا كان عنده محل كافيه في مصر، وكان أيامها الحرب شغالة والضرب والغارات طول الليل وما كانش يقفل المحل، ولما الإنجليز كانوا يعملوا حظر تجول كان المصريين ينزلوا ويسهروا ويغنوا كمان. مزرحي إفوها حبري له عادية. روني ميتال قاعد في البيت خايف. رافي أنا ما أعرف هو فين. هاني إلدن اختفت وما بقتش تيجي المحل لا هي ولا زملائها من الجامعة. ما هو المحل عندي نفس الشيء. الحال من بعده. هي لما بتقفل بتقفل كله. ألو؟ أني عوفاديا. ميمي دابير؟ أنيش لومو كوهين. سحيرة أفرسكين. مدابر مهفات فشكول. إيش لي عصرات غنيم شيل أفرسكيم ميعزان هاتوب بيوتي روتسيلي في جوش وتخا كدي لدبر على محير لو حبيبي يش ميتون هشوك لو يزبول كموت كزو شن اللي كسف لسلم لخا بن زمام عخشاف إنيني معونيان لكبيل بن زمان قاعد هسحوراه ما احرشت مخور شالين بعت تقيم لخا شمعتي شاتخاتو حير يسر لخين دي بارتي اتخا كما تشالين لو 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 زيلو كدعي عفاديا عايز ياخدهم كلهم وبالقسط بخمس تلاف دولار ابن الحرامية اوكي عفاديا فاني مسكين نبقى جيش من مساعدات فشكول محارب ابوك بشعة تشع تزيئ رافون شالوم عفاديا شالوم شالوم وشك انشرح الزهر التلفون ده جايب لك خبر كويس لا والله يا مزراحي ده تاجر من فشكول عنده شوية خوخ بايزين عايز يلبسهم لي أما نشوف خلاص مستعدين اخ ناجي؟ ايوه ابو حسين هنمشي دلوقتي السياره جاهزه الله يوفقكم بالامان باشا انا عايز اجي معاك نضال وابراهيم بس هما اللي هيجوا معايا يا باشا احنا بدانا المهمه دي سوا ولازم نكملها سوا نضال وابراهيم بيعرفوا عدل كويس المزارع اللي احنا داخلينا كلها يهود مش عايز قلب الدماغ ايه اعمل حاجة؟ انت بتغير ولا ايه؟ احنا رايحين نجيب اسرة مش رايحين كارفور اغير ايه يا ابني؟ ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده؟ انا كنت شريك في العملية دي من الاول ولازم يبقى لي دور لاخر لحظة فيها ما خلاص دورك خلص يا ابو الكباتن اللي نط نط وخلصنا وانت عشان نطيت 2 متر هتفلق لنا دماغنا اللعبة دلوقتي عايزة شاب زي عايزة واد معاه لغة كده ياخد ويدي في الكلام انت عارف الباشا اختارني ليه؟ اصل احنا رايحين نجيب 7 دكورة ونتاية هو بقى جايبني عشان اجيب له النتاية دي استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا اخي نبقى في المحنه دي وتفكر في المعصيه معصيه يا شيخ حسن ما تخليك محضر خير ده بدل ما تدعي لنا ان ربنا يوفقنا ربنا يهدي وانا مؤاخذه يا باشا اللي بيحصل ده عيبه في حقنا واخذه دي واخذه جامده يا باشا الله احنا عيال نوره وعفيجيه يعني رجاله برضو يا باشا وحد قال ان انتوا مش رجاله يا واد انت الله يا باشا ما هو بصراحه يعني ايه الواد ابراهيم اللي انت واخده ده ولا البت التانية اللي اسمها ندال دي ايه ده يعني يا باشا والله العظيم انا والراجل المتع ده ممكن نخطف لك اسرائيل ونجيبها لك تحت رجليك ولو عايز كمان نجيب لك الراجل بتاعهم الكبير ده بتاع نتنياهو ده ونجيبه لك تحت رجليك يا باشا بس انت تقشر بس لما اخصه يعني انت المستقل بينا هي خناقه في حاره دي انت ده مصيبه
خدنا معاك يا باشا. الموضوع دلوقتي مش موضوع فلوس. احنا نفسنا نعمل حاجه يا باشا. واحنا في مصر كنا تاهين ورا لقمه العيش والحياه كانت واخدانا. انما لما جينا معاك هنا شفنا شباب بيضحوا بحياتهم عشان بلدهم. وعرفنا هما بيعملوا كده ليه. وانت زار مش عايز تيجي انت كمان؟ اوعى تكونوا واخدين حبوب الشجاعه وانا مش عارف. انا عايز اكلم امي يا باشا. شوف لي اي طريقه تطمني عليها. انا متاكد ان حالتها دلوقتي بقت خالص. لما نرجع ان شاء الله هخليك تكلمها. سلام يا باشا، ده الجو هنا حلو حلاوة. دلوقتي أنا عرفت ليه الإسرائيليين متبتين فيها. حد يسيب الجمال ده كله؟ ومفيش راديو هنا ولا كاسيت ولا حاجة. كاسيت وراديو إيه؟ أنت ماشي على الكورنيش. أي حاجة برضو تسلينا في السكة يا باشا عشان ما نزهقش. أهو اشتغل أهو. دي أغنية إسرائيلية يا باشا، بتغنيها مطربة عندهم اسمها ليفيانا، بس مطربة قبيحة قوي. كل أغانيها قبيحة، يعني شوف الكلام. اضربني كل يوم، هزقني، علقني. ايه؟ علقني. علقني. شدني من شعري ودوس عليا برجليك، وبعد ما تعمل ده كله هحبك. اموت انا في المعاني الرخيصه دي. واضح ان انت بتفهم عبري كويس قوي يا ابراهيم. امال ايه؟ اصل انا معاشرهم، قعدت معاهم 4 سنين ايام ما كنت شغال في السياحه. يعني عندك مثلا يا باشا الست الاسرائيليه عشان شخصيتها قوية على جوزها تحب الراجل الخشن اللي يفقعها قلمين تنعم وتطرى في ايده على طول، عكس الامريكانية. الامريكانية هبلة. عندك بقى الفرنسوية تحب اللذاذة الشياكة. انت هتحكي لنا على مغامراتك النسائية؟ انت نسيت يا احنا جايين نعمل ايه؟ ومالك واثق من نفسك قوي كده؟ تعرف يا باشا لو كانوا طلبوا مننا 6 نسوان اسرائيليات عليا النعمة كنت قمت بالليلة دي لوحدي. هو انت حياتك كلها كده يا ابراهيم؟ كده ازاي يعني؟ يعني كلها نسوان وتفاهه وهبل زي اللي احنا سامعينه ده؟ لا يا باشا، اصل انا راجل مش مكالكع، انا راجل بحب الحياه، يعني لو مكتوب لنا نموت هنموت. نموت بقى واحنا بنلطم ونصوت وشايلين الهم، ولا نموت واحنا بنغني ونرقص؟ هو مين له نفس انه يفرفش ويغني ويرقص وبلاده محتله؟ احرجتنا. احرجتك. احرجتنا الله يديم. ده انت بيل. حرجتك ايه؟ ده انت بيل سوق. ما رقبتي قد كده.
كان فين بتذكرش؟ مستر ناجي؟ مش ممكن، ايه المفاجأة دي؟ عفادية ازيك عفادية؟ بسادر بسادر بارك انك انت بخير، والله وحشت وحشت كتير كتير. ما تقعد معاي شوية. والله من ساعة ما سبت إسرائيل وإحنا طول الوقت نجيب في سيرتك مستر ناجي. ايه المفاجأة دي؟ بس انت بتعمل ايه هنا؟ والله يا عفادية يا أخويا، أنا من ساعة ما سبت الخدمة وانا زي ما تقول كده ايه جات لي حاله قرف، قلت اقلب عيشي، اللقمه اللي تخلص اوام اوام ماشي، انما بقى اللي هتعمل لي قلب الدماغ بناقصها احسن. طول عمرك شاطر مستر ناجي. انما انت ايه اللي حدفك على هنا؟ والله في تاجر خوخ عنده 10 طن وعايزني اشيله، واداني ميعاد هنا. شلومو كوهين؟ الله، هو اتصل بيك انت كمان؟ اوعى تعلي عليا يا مستر ناجي، احنا اصحاب. معقول اعلي عليك برضه؟ ده انت حبيبي. وبعدين انا ما اقدرش اعلي عليك لسبب بسيط جدا. ايه؟ انا شلومو كوهين. اسمع يا فادية، انا جات لي هنا لقمه عيش اكل منها الشات، وانت عارفني ما اقدرش اكل لوحدي عشان ما اصبرش، عشان كده فكرت فيه. انت حبيبي مستر ناجي. واخبار الناس ايه في تلابيب؟ والله الحال ما يسرش، الشباك رايح جاي يلم في العمال من المحلات، ده انا اخر مره قلت نقفلها احسن، مش جايبه همها. وبتلعبوا فين امال؟ والله ولا بنلعب ولا حتى بنشوف حد، ده حتى القهوه عند مزراحي ما بقيناش نروح. الظاهر انت اللي كنت مجمعنا مستر ناجي. انما ايه البيزنس اللي انت عايزني فيه؟ شوف يا عفادي يا أخويا، أنا كلمتك أنت بالذات عشان عارفك كويس، أنت راجل عملي، ولما تيجي في إيدك فرصة عمرك ما بتضيعها. طلباتك مستر ناجي، أنا تحت أمرك. قبل ما أقولك على طلباتي لازم أعرفك بنفسي كويس. أنا أبويا اسمه الدولار، وأمي اسمها اليورو. أحسن ناس، وكده إحنا ولاد عم، عشان انا عم اسمه دولار ومرات عم اسمها يورو. دول 10,000 دولار، حطهم في جيبك فوق قلبك على طول. قول لي بقى احساسك ايه دلوقتي؟ مش حاسس انك انت دافيان شويه ودقات قلبك احسن؟ انا خدامك مستر ناجي، اقمر. دلوقتي بقى قولي على احساسك بعد ما شلتهم من جيبك، مش حاسس ان النبض ضعف شويه وفي كده يعني رعشه بسيطه وفي بوادر شلل مؤقت؟ انت ايدك ساعه ليه كده؟ قولي يا نجيبي انت عاوز ايه؟ قبل ما تسالني عايز ايه اسالني هدفع لك كام. انا هدفع لك 20 باكو زي دول. كام؟ 200,000 دولار، يعني مليون شيكل.